وقف والي أدرار السيد جاك عبد الرزاق صحبة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية أدرار على حجم الأضرار التي خلفت الأمطار في مدينة وادان التاريخية. وأكد الوالي أمام السكان حرص السلطات العليا في البلد على أمن وسلامة المواطنين في كل مكان، مؤكدا أن السلطات ستكون بشكل دائم قريبة من السكان، وأن لجنة فنية أشرفت خلال الساعات الأولى من يوم أمس على إحصاء الأضرار، وذلك بإشراف حاكم المقاطعة. وأوضح الوالي أن الخسائر التي تم تسجيلها كانت خسائر مادية محدودة، وأن الطريق الرئيسي لمدينة ودان التاريخية الذي تضرر من التهطلات المطرية سيتم إصلاحه في أقرب وقت ممكن.